أبا عبد الله، هل لا تأذن لي في البراز لأقاتل هؤلاء القوم؟ يا بني، أنت شمامة التي أشم منها رائحة أخي الحسن، فبحقي عليك إلا رجعت. رأيت عمك وحيدا بطف كربلاء وقد أحاطت به الأعداء، فعليك بالجهاد بين يدي، وكلما نهاك عن البراز فعاود لتحظى بالسعادة الأبدية والدولة السرمدية. عليك يا أبا محمد، لو رأيتنا وقد أحاطت بنا الأعداء ومنعونا من شرب الماء. بني قاسم، أتمشي برجلك إلى الماضي؟ يا عم وكيف لا، وأنت بين الأعداء بقيت وحيدا فريدا لم تجد محاميا. القلب مثل الغضب ودمع محرم.